انه مجلس النواب ياخذ هذه الخطوه. لجنه الثقافه والاعلام اولا دعت مجلس النقابه، دعت مجلس اعلى الصحافه، دعت زملائنا في المؤسسات الصحفيه القوميه، وكان الاستاذ مختار مشارك معاهم في هذه الجلسات. وبالتالي انه بقول يا جماعه تعالوا احضرونا، قولوا كلامكم، قولوا عدم بعض الاطراف ما راحتش، ده بيعني ايه بالنسبه لحضرتك؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم بشكر حضرتك يا استاذ احمد، وسعيد بوجودي مع الزميلين المحترمين ومع الدكتورة، يعني رموز إعلامية بنعتز بيها. ولابد أن أسجل هنا وأنا أتحدث هذا الموضوع أن هذا البرنامج وأحمد موسى وبرنامج على مسؤوليتي، وأنا كنت ضيف في بعض حلقاته، لدينا أكثر من عام نتحدث عن هذا الملف ونهدف إلى إصلاح الأحوال، لأن كل تأخير بيكلفنا الكثير، بل بيكلف الوطن والمواطن الكثير من التأخير في هذه الخطوة. بل كان البعض يتوقع أنه بعد انتخاب الرئيس السيسي كان مباشرة يحل المجلس على الصحافة ومجلس قائم الحلول الإنسان كل المجالس اللي كانت موجودة ويعيد تشكيلها، وهذا حق ولديه الآليات الدستورية، وما عملش كده. ورغم ذلك لم يفعل ذلك. وثم ما جاءت خطوة إصلاحية أخرى من زميلنا مصطفى بكر النائب وتقدم بتعديل تشريعي ظل في أدراج المجلس المدة الطويلة، وحضرتك عارف وأشرت إلى الواقعة. كنا كل ما نشوف الدكتور عبد العالي، يا دكتور علي، كانوا يقول لك هيطلع ويدخلوه في الجدول وما يطلعوهوش، وبقينا نلعب وبقوا برضو ده نزل يجي 16 مرة وما يتناقش، وبقت الأمور فيها نوع من الضبابية. عندما جاءت الدولة اليوم بمؤسستها ان تصدر قانون التنظيم اسمه كده قانون التنظيم المؤسسي للصحافه والاعلام، هذا هو الاسم بتاعه. هذا القانون ولمن يعلم ولمن لا يعلم، الاعلام وقوانينه ليست امر يخص المشتغلين بالاعلام فقط، بل يخص ويهم كل مواطن مصري، لان الاعلام هو النافذه التي يطل من خلالها المواطن على الاحداث وعلى العالم، وايضا هي النافذه التي يلجا اليها المواطن، وهي النافذه التي تدافع عن قضايا الوطن وهمومه ومشاكله. وبالتالي فهذا القانون لا يخص المشتغلين بالإعلام والصحافة، ولكن يخص كل مواطن مصري أنه يرى إعلام نزيه وشريف ووطني يقف جنب قضايا الوطن. أيضا هذا القانون لمن لا يعلم وبعض المعارضين، وأنا ما بنزلش معارضين قوي لأن احنا المعارضين لا يعدوا إلا على أصابع اليد، لا أحد يستطيع الآن أن يتحدث أن الجماعة الصحفية بترفض هذا القانون. طب فين هي الجماعة الصحفية؟ إحنا أربعة هم من الجماعة الصحفية، والدكتورة أيضا منتسبة إلى الجماعة الصحفية، يعني موافقين على القانون. النهاردة كان في حشد في 155 صحفي داخل مبنى البرلمان، أنا لم أرى عدو في الجماعة الصحفية. أما أصحاب المصالح، وأنا بقولها صراحة ليست يعني ما بخافش من حاجة، أصحاب المصالح اللي قاعدين على الكراسي في المجلس الأعلى بدون شرعية وبدون آلية قانونية، وكان يجب عليهم أن يستقيلوا أنهم فشلوا، لأنه حتى في ظل القانون الحالي 96 سنة 96 17 اختصاص للمجلس الأعلى لم يمارس اختصاص واحد فيه، 17 اختصاص لم يمارس اختصاص واحد فيها. فين تطوير الأداء داخل المؤسسات؟ فين محاسبة رؤساء مجالس الإدارة اللي أنت قعدتهم؟ فين مراجعة الأوضاع؟ فين التطوير؟ فين البحث؟ فين المشاكل؟ فين القدرة على استقراء؟ أنت يعني حتى أزمة الورق الأخيرة دي والدولار وبتاع، أنت كان يبقى عندك قدرة ورؤية وتقدر تعمل حاجة. المجلس الأعلى للصحافة هي مجموعة المنتفعين بهذه الأوضاع، وأنا بقولها بكل صراحة، مجموعة المنتفعين بهذا الوضع، لأن هم عاوزين يستمروا في هذا الوضع اللي احنا فيه. النهاردة احنا ضد استمرار مجموعة منتفعين مقابل ان مؤسسات بتنهار، زي ما قال الدكتور نادر وهو يعلم، وحتة الورق والإقلام والحبر والحاجات دي كارثة ما شفناهاش خالص في المؤسسات الصحفية. وبالتالي الدولة النهاردة أولا أما جابت هذا القانون، نمرة واحد حق التشريع هو حق دستوري واصيل لمجلس النواب، ما الزموش ان قبل ما تطلع التشريع روح اسال الناس، وشفنا قصه الجامعات الاهليه وانت طرحتها هنا اكتر مره، والقانون صدر وطلع وليعارض من يعارض، بل بالعكس لجنه الثقافه العامه، انا حضرت جلسه الامس، البعض يريد ان يسيس القضيه، محاوله تسييس القضيه هو الخطا. يعني بمعنى ايه؟ يجي البعض يتحدث عن تيار معين موجود في النقابة، سواء كانوا يناصريين أو يساريين، عاوزين يسيسوا القضية، إن النظام عاوز يعني يخليهم يركنوا على جنب. طب ما انتوا ركنتوا كل الناس على جنب في الفترة اللي فاتت،
انتوا مارستوا كده، سيستوا القضيه في النقابه، ولاول مره في تاريخ النقابه تصدر احكام قضائيه بادانه في قضيه ليست قضيه راي ونشر. لان هم لو قروا الدستور، يعني في مادتين في الدستور هم ما بيحدش بيتكلم عنها خالص، ماده 71 وماده 72. سيبك 211 قول يا فندم بتقول ايه. ماده 71: يحظر باي وجه فرض رقابه على الصحف ووسائل الاعلام وصلتها ووقفها ولا توقع. حد يجيب لي دليل ان في حدثت رقابه على اي وسيله اعلام او صحيفه في هذا العهد منذ ان تولى الرئيس السيسي وفي عهد الفتره الانتقاليه؟ ما حدش بيتكلم عنها خالص، لكن يقعدوا يزايدوا يقول لك ده عاوزين يقيدوا حرتها. فين ده الماده موجود؟ حد يجيب لي. الحاجه الثانيه: تلتزم الدوله بضمان استقلال المؤسسات الصحفيه ووسائل الاعلام المملوكه لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات، ويضمن المساواه كفر. هذا القانون ياتي لالتزام الدوله بضمان استقلال المؤسسات. ما قالتش هنشكل مجلس من السلطه التنفيذيه ورئيس رئيس الوزراء، ده حطت اطار تنظيمي. ثم هذا الامر عرض على مجلس الدوله طبقا الماده 190 من الدستور، ومجلس الدوله راجع هذا القانون. هم عاوزين بقى ايه؟ يعطلوا العمليه. لا، احنا نجيب القانون الاولاني كله، قانون الاعلام بالهيئات بكله، ونقعد بقى سنه سنتين وهم مستمرين ياخدوا الفلوس ويقبضوا، والاوضاع داخل مؤسسات تنهار، واخدين لغايه دلوقتي مليار و200 مليون. اين انفقت؟ احنا عندنا مؤسسه الجمهوريه دي بناها سمير رجب بجهود ذاتيه. النهارده لم يضيف حاجه. المجلس الاعلى للصحافه يقول لي ماذا حقق من مكاسب للصحفيين، نقابه الصحفيين تيجي تقول لي ماذا حققت من مكاسب للصحفيين. الامر لا يحتاج ان ندخل في معركه، لكن انا عاوز اؤكد لا يوجد في الجماعه الصحفيه من يعارض هذا القانون من الصحفيين الذين ينتظروا هذا القانون لاصلاح الاوضاع اللي موجوده داخل المؤسسات الصحفيه القوميه المملوكه.